السلام عليكم الناس اللي ما كيبغيوش القريب فيه البيض بزاف. اليوم غادي نقترحوا عليكم غير بيضه واحده بالشوكولاته وبالفاني، كيجي ناجح ولذيذ. غنحتاجوا اولا كيس من الفاني، غادي نزيدوا معاه معلقه ونص ديال السكر سميده، كاس ديال الحليب وكاس ديال الماء، مع بيضه واحده، جوج معالق ديال الزبده، يعني حتى كندوبوا عاد كنعبوا جوج معالق، مع كاس. ومن بعد غادي نزيد نص عامر واحد شويه ديال الدقيق. غادي نطحن كلشي بالميكسور او ممكن نستعملوا الخلاط الكهربائي. غادي نزيد داك النص ديال الدقيق وغادي نستمر. العجينه ضروري ما تكون خفيفه هنا، اما غادي نخليوه يذوب الفاني، واما الا بغينا نغيروا كنولي داك ما كيبغيو الشوكولاط غادي نزيدوا الكاكاو على حسب الذوق، نزيدوا حتى تحصلوا على اللون اللي بغيتوا. انا غنحضر جوج عجاين يعني بجوج طرق، درت لها الكاكاو وحده خليتها تذوب الفاني، درت لها جوج اكياس ديال الفاني. صافي كنخليوه يرتاح 30 دقيقه. كناخذوا مقله ما كتلصقش، كندهنوها بشويه ديال الزبده، كنسخنوها وكنديروا كميه قليله من العجين. كما لاحظتوا راه خفيف، غير كنشوفوه طاب من التحت، كنقصوا العافيه وكنقلبوا وكنخليوها طيب من الجهه الاخرى. هذا ديال الفاني كما كتلاحظوا معايا بنفس الطريقه، ضروري العجينه تكون خفيفه ورقيقه باش